طبعا أنا قصتي بدأت عام 2000. ركزوا معي، عام 2000، عام 2000 قررت عائلتي ترك اليمن والهجرة إلى بريطانيا. طبعا قبل أن أترك اليمن كنت مثل أي شاب يمني، في شيء من الطموح، في شيء من الإصرار، في شيء من الأمل، لكن كنت محاط بمجموعة أو بناس لم تستطع أن تحتويني نهائياً، نفروني. كنت شاب أمتلك قمة المواهب، أنا هنا لست لكي أمدح نفسي، كنت شاب طموح يمتلك مواهب، مبادرات، أي شيء فيها للشباب، وللشباب أنا أكون متواجد فيه في اليمن. لكن تقطعت بي السبل، وجاء هذا مع قرار العائلة للهجرة إلى بريطانيا. ذهبنا إلى بريطانيا، طبعاً أنا المرحلة التي كنت فيها في اليمن سميتها المرحلة الهلامية أو فوضى الأفكار، لأنه كان عندي عدة أنشطة وكان عندي عدة فعاليات وعدة طموح وعدة 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 وعايز أوصل. طبعاً أرجع شوية لخبطتكم، أرجع، العائلة قررت السفر إلى بريطانيا، ذهبت إلى بريطانيا، جلست مع نفسي عايز أستفيد من أخطاء اللي كانت في اليمن، كانت لحظات يجب أن أتخذ فيها قرارات، كانت لحظات أقف مع نفسي، فتحي إيش تشتي؟ What you wanna gain in life؟ إيش عايز أن تربح في حياتك؟ إيش عايز تكون؟ سألت نفسي هذا السؤال في قصاصة في ورقة طويلة، والله يا شباب كتبت فيها عدة أشياء، طبعاً مثل أي شاب يمني كتبت فيها أشتي بيت، أشتي سيارة، أشتي وظيفة، أشتي تزوج. طبعاً البديهيات اللي بيفكروا فيها الشباب، البديهيات أو متطلبات الحياة للعيش الكريم، لكن كل هذه الأشياء اللي كتبتها في هذه القصاصة ما كانت الشيء الذي كان بداخلي. هل هذا الشيء الذي أنا أشتيه؟ لا. من بين القصاصات هذه اللي كنت أكتبها كتبت جملة واحدة، وكانت هذه الجملة عارضة، لم أكن أنويها أبداً أن أكتبها، ما أدري كيف طلعت معايا، كتبت جملة واحدة من بين الكلام اللي كنت أكتبه، أريد أن أكون الأول. في ماذا؟ لسه الرؤية مش واضحة، الهدف مش واضح، خطوات العمل مش واضح، كل شيء مش واضح. استمريت في الجلسة، الجلسة قررت فيها أن أواصل دراستي، لأنه قبل عندما ذهبت إلى بريطانيا اشتغلت فيها كل الأشغال. على فكرة في خطأ عند المجتمعات العربية، أن الشاب اليمني أو الشاب العربي عندما يذهب إلى أوروبا أو أمريكا الدنيا تكون مفروشة بالورود. لا، كفاح، مثل ما هنا كفاح هناك كفاح، وهناك تحدي أكبر، لأنه you're challenging professional people. استمريت في كتابة هذه القصاصة، قررت أن أواصل دراستي، قررت فيها أن أقف عن العمل لأنه سينهي بي أنني أكون عامل شاقي. لا، قلت لا، I wanna be different، عايز أكون مختلف. قررت أن أواصل دراستي، طبعاً أنا كنت متأخر لما وصلت، الناس بدأت تدرس متأخر عن الدراسة لأنه لازم أعيد الثانوية العامة. رحت للمدرسة قالوا أمامك 6 شهور يا فتحي، و6 شهور هذه راح تقدم لامتحان الثانوية العامة. 6 شهور اللغة متواضعة،
ما عنديش لسه جديد في البلد، كل شيء قاعد أبدأ فيه. المدرسة تعاونت معي، وفروا لي دروس بعد المساء، دروس بعد العصر. ذهبت أنا بنفسي وسجلت معهد خارج لندن في منطقة ريدينغ، ساعة ونص سفر كل يوم على القطار والرجعة ساعة ونص، 3 ساعات في القطار من أجل ساعتين دراسة. استمريت في هذا العمل الدؤوب، استمريت في هذا الإصرار، وانتهت 6 شهور وكانت المفاجأة يا جماعة. أخذت الأول على الدفعة في منطقة إيلينغ في لندن. طبعاً هذا ولد عندي نشوة، طبعاً نشوة النجاح غير يا شباب، طعم عجيب يعطيك دافع بأنك تقدم الأفضل وتأخذ الأفضل، لأنه هناك إحنا نستخرج، في أوروبا بالذات نستخرج اللقمة من أفواه الأسود. واصلت الدراسة الجامعية، اخترت أن أدرس الإعلام. طبعاً كان في هناك اعتراض من عائلتي لأنه جبت الأول، عايزوني أدرس طب ولا هندسة. قلت لهم نو، قلت لهم it's my decision, it's my journey, هي رحلتي. وواصلت بأن أقدم في الإعلام، درست الإعلام، ونفس العمل ونفس الإصرار. سنة أولى كنت الأول على الدفعة، سنة ثانية كنت الأول على الدفعة، سنة ثالثة كنت على الأول على الدفعة، سنة رابعة هنا المفاجأة، وهذا العام الثاني الذي أنا أعتبره العام الفريد في حياتي، العامان الذهبيان، عام 2000 و2008. 2008 كان عام التخرج من الجامعة. طبعاً في آخر سنة لك في مشروعك التخرج، رحت لك أنت مخير أن تختار من سيشرف في بحثك التخرج. أنا اخترت مادة، اخترت مشروعي أن يكون ظاهرة الاحتباس الحراري، وكيف أستطيع أن أوظف هذا إعلامياً؟ مشروع كبير جداً. طبعاً أنت مخير أن تختار من هو المشرف. أنا اخترت فريد وايمر. فريد وايمر الناس كلها نبهتني وخوفتني منه، قالوا هذا أصله يهودي، انتبه يا فتحي، هذا رجل متعجرف، هذا رجل شديد، هذا مش عارف إيش، وهذا وهذا وهذا. أنا أصلاً رجل لا أؤمن بنظرية المؤامرة نهائياً. دائماً أحكم على الأشخاص ليس من مذهبهم، وليس بأشكالهم، وليس بألوانهم، وبماذا فكر يحملون، لا. هذا كانت أفكار شاذة كنت أحملها في اليمن وتخلصت منها لما رحت في بريطانيا. تعاملت مع فريد كإنسان وقلت للشباب لا، هو رئيس القسم ورح أختاره هو. رحت له، قدمت له مسودة المشروع البروبوزل، قال لي Are you kidding me فتحي؟ قلت له No, I'm serious. قلت له لا، أنا جاد. قال لي هذا المشروع يحتاج منك تشتغل عليه 6 شهور، ويحتاج منك جنبك 3 أشخاص. قلت له I will do it، حعمله. قال لي Up to you، لكن شوف أنا حتجيلي بعد شهرين، بعد شهرين إذا جيت والمشروع حقك مش مكتمل، أنا أحاول أن أقلص المشروع ونجعله بحجمك. لكن الرجال لم يعرف أنه حجمي كبير وفكري كبير. أنا أصريت في العمل وواصلت بحثي، وأقول لكم سر، في سنة ثالثة وسنة رابعة في الإجازة الصيفية ل4 شهور استثمرتها وأنجزت العمل 50%. التقيت في بعد شهرين، قلت له I'm here، أنا هنا، أنا في هذه المرحلة.
قال لي well done فتحي, go ahead and finish your project. Well done, ممتاز يا فتحي, وكمل مشروعك بنفس النهج اللي أنت شغال فيه. حصلت حادثة في هذه الفترة. للأسف الشديد والدتي مرضت مرض شديد, جاءتها جلطة, وعلى إثره نقلوها إلى المستشفى, واستدعى الأمر أن أترك كل شيء ورائي وأروح أجلس مع والدتي. فعلاً تركت كل شيء ورائي وذهبت وجلست مع والدتي. فريد وايمر اللي كانوا ينبهوني منه كان يتصل علي كل يوم يطمن على والدتي, وقال لي فتحي don't worry, لا تقلق لا تقلق, لما ترجع حنحل المشكلة, لأنه أنا 6 أسابيع متأخر جداً عن المشروع, وكل يوم على حسابي. بعد ست أسابيع تماثلت أمي الشفاء وعدت إلى لندن. طبعاً متأخر, رحت لعند فريد وايمر قلت له أنا متأخر, وقال لي شوف أنا بعطيك 2 إضافيين تخلص فيها مشروعك. كملت بنفس الإصرار, وكانت المفاجأة, مشروعي التخرج في عام 2008 حصل على أفضل مشروع في جامعة اللي كنت أدرس فيها وأعلى وسام في الجامعة. مشروعي التخرج حصل على أفضل جائزة في لندن اسمها Sky Green Awards, حصلت عليها. مشروعي التخرج حصل على أفضل مشروع في New Designers Youth Animations. مشروعي حصل على أفضل جائزة في لندن فيستيفال فيلم وعرض فيه. طبعاً ما زالت النشوة النجاح موجودة, وأعطاني هذا دافع أكبر بأن أقدم الأفضل وأخرج كل ما أملك من قوة وأستمر. في إحدى المرات وأنا ذاهب بالقطار من ريدينغ 1:30 وأنا عائد 1:30, وقفت المحطة في ستيشن اسمها وايت سيتي. الناس اللي people who familiar with London they might know. وقفت في مبنى معروف قدو مكتوب فيه, طبعاً مبنى ضخم جداً في لندن, من أكبر مباني الضخمة في لندن. كان في زميلي جيربريت جنبي, قلت له جيربريت, قلت له إيش هذا؟ قال لي هذا مبنى البي بي سي. قلت له واو. قلت له جيربريت one day I'll be working here. قلت له جيربريت أنا يوماً ما سأعمل هنا. الرجل ضحك, قال لي أوكي, يعني تعرف الغربيين لما يضحكوا عليك ويقول لك طيب تمام. أنا كنت جاد, ما كنت أمزح, هو حاسبني أنني أنا ممازح, كنت جاد. في 2008 بعد التخرج وبعد النجاح اللي حصلت فيه, أنا توظفت في البي بي سي كصحفي متدرب في البي بي سي إنجلش. بعد عامين أصبحت صحفي في تلفزيون البي بي سي عربي, وأهم منتج لبرنامج اسمه نقطة حوار, وكانت نادية السقاف ضيفتي. طبعاً كل هذا كونت خبرة لا بأس بها, 5 سنوات أو 6 سنوات في الإعلام, وبعدها حضرت مؤتمر في جامعة سوربون في فرنسا ونلت إجازة في التدريب في الإعلام الجديد. الخبرة التراكمية 5 سنوات والإجازة في التدريب في الإعلام الجديد ولد عندي هاجس, ولد عندي هم النهوض بالإعلام وأن يكون شيء مساهم في الإعلام من قبلي, لأنه أنا اكتشفت هناك في جاب, ولازم أن تكون هناك مبادرات
ومبادرات فعالة وجادة في التغيير في الإعلام، فأسست مركزي في لندن للتدريب لكي أستطيع أن أغير منه شيء بسيط في الإعلام، وهذا أصبح مشروعي الطويل، مشروعي الأمل. في النهاية يا شباب، أنا خرجت بأربع فوائد من رحلتي هذه. 1، الإصرار. الإصرار وعدم النظر إلى الخلف. قدم كل ما تملك، لأنه أنا في الماضي لما كنت في اليمن الرؤية غير واضحة، رؤيتي كل شيء ما كان شيء واضح، كنت عايش في حالة ضبابية، ما كان فيش تحديد للأهداف، فيجب أن نحدد الأهداف، رؤية واضحة، تحديد الأهداف، عمل وتنفيذ خطوات عملية لتنفيذ هذه الأهداف، ثم التوكل على الله. طبعاً أنا سأنهي حديثي بكلمة قالها لي فريد وايمر، قال: Ambitious and desire are the roots of success. الطموح والرغبة في التغيير هي جذور النجاح. أشكركم جزيل الشكر.